دعما منها لدائرة صحة الأنبار في مواجهة جائحة كورونا، بلدية مدينة الفلوجة تطلق حملة واسعة لتعفير وتعقيم الأحياء السكنية والأسواق في المدينة، مستخدمة مدافع رش حديثة صنعت من قبل القسم الهندسي التابع لدائرة البلدية. نقوم هذا اليوم بحملة لتعفير منطقة السوق، سوق قضاء الفلوجة، هذا اللي يعتبر من أهم الأحياء والأماكن المزدحمة خلال فترة الذروة. سارعت بلدية الفلوجة بحملة واسعة لعملية تطهير وتعفير المدينة باستخدام مدافع التعفير. طبعا هذه المدافع تم تصنيعها محليا داخل مدينة الفلوجة بإشراف كوادر البلدية وباستخدام مواد تعفير من مناشئ عالمية وبنسب خلط حقيقية. عمليات التعفير هذه شملت أيضا المناطق التي سجلت عددا من الإصابات بفيروس كورونا في المدينة بمواد تعقيم خاصة للحد من انتشار الفيروس، لا سيما عقب رفع حظر التجوال الشامل في محافظة الأنبار والعودة إلى الحظر الجزئي. بدأنا اليوم في منطقة السوق القديم، سوق الفلوجة، كونه يرتاده الكثير، العديد من المواطنين يوميا وبشكل كبير، وكذلك سيتم تعفير جميع المناطق التي تمت سجلت فيها إصابات من جائحة كورونا. استمرار عمليات التعفير والتعقيم للأحياء السكنية والأسواق في مدينة الفلوجة يأتي ضمن الجهود الحثيثة للدوائر الخدمية للحد من انتشار فيروس كورونا في محافظة الأنبار. باسم الشمري، العراقية الإخبارية، الفلوجة.